صوريا. إذا ما كانت هذه تزكية بالنسبة لضم المناطق الأربعة إلى روسيا الاتحادية للتغطية على الأحداث والهزائم في التي منيت بها القوات الروسية في الشرق الأوكراني، ماذا عن التلويح بالسلاح النووي؟ قضية السلاح النووي إذا كانت صورة الكريملين تريد تعطيها للدول الأوروبية أنهم يقومون بإنجاز جدا ضخم في دعم الأوكرانيين وتزويدهم بالأسلحة أكثر فأكثر، ويقوم فلاديمير بوتين بإعطاء صورة للغرب أنه نجح في استنزاف روسيا، أرى أن هناك سيكون هناك حرب، لكن لن تكون هناك حرب نووية. السلاح النووي هو سلاح ردعي، لن يكون هناك استخدام فعلي له. الأسلحة النووية التي نراها الآن أسلحة قديمة جدا، يقوم كل الجوانب باستفزاز بعضهم البعض. هناك أسلحة جديدة لم تظهر إلى المقدمة لجميع دول العالم، لم تكن مرئية هناك. طيب. الحرب التي تقوم الآن حرب سرية، يعني حرب من سيظهر سلاحه خبيه كان من زمان وهلا صار بطاله. حتى يعني سرية على 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 المراقب الروسي، يعني ليس هناك ثقة بين القيادات الروسية، بعضهم يعني بعض، يعني هناك كثير من الاختراقات في الكرملين الروسي في القيادات العسكرية الروسية. أرى أن هناك أشخاص هم من يقودون السياسة الروسية، هم لا يتم جعل المعلومات متاحة للجميع، هناك عدة أشخاص فقط هم من يديرون السياسة الروسية. أما الديمقراطية الصورية التي يتحدثون عنها واللي يتبعون فيها في جميع دول العالم ومنهم روسيا، لا أراها فعلية. يعني على كل حال، يعني أنت في موسكو وأدرى في هذه التفاصيل.